تغطي أعلكم الغادرة طعنة في صميم العدالة والديمقراطية. لن يهدأ. استنى استنى. لن يهدأ شعبكم حتى نثبت على القتلى الرجمين. لا زعيم يا زعيم. لا زعيم يا زعيم. نموت نموت يا زعيم. نموت نموت يا زعيم. نحن فداك يا زعيم. نحن فداك يا زعيم. لا زعيم يا زعيم. لا زعيم يا زعيم. أنا عايز أروح. تروح؟ أنا عايز أروح بلا زعيم بلا مش عارف عايز أروح بيتنا. تروح بيتكم. لو سمحتوا الزعيم عايز يستريح. سيبني. لا زعيم هنا زعيم. لا زعيم هنا زعيم. نموت نموت واحد زعيم. نموت نموت واحد زعيم. نحن فداك نحن فداك يا زعيم. لا زعيم هنا زعيم. صنير بطاطس انا. انا عايز اروح يا باشا. الكلام اللي بتقوله ده كلام خطير. العمر مش بعزاق يا اخوانا. احنا مأمنين حياتك كويس. ولما انتوا مأمنين حياتك كويس امال اللي حصل ده ايه؟ مجرد محاوله فاشله ممكن يتعرض لها اي مسؤول. طب افرض ما فشلتش حد فيكم كان هيجي يموت بدالي. انا مش شايف اي داعي لحالة الرعب دي. وخليك راجل بقى. انت مستك تسكت خالص لانك اول واحد جريت. المصيبه اللي شفت طولك وعرضك يقول عليك طرزان وانت طلعت شيتا. شيتا؟ ايوه شيتا. ايوه شيتا. سيبوني لوحدي. لا النائب ولا نائب النائب ولا البوليس ولا الجيش ولا الشعب. انت فين بنطلونك؟ بنطلونك فين؟ بينشفوه يا باشا. نعم؟ بينشفوه. بينشفوا البنطلون. هو اللي حصل ده شويه. بينشفوا البنطلون. بينشفوا البنطلون. عموما انت دلوقتي في قمه الامان لانك في قصرك وبين رجالتك. يا باشا انا قصري وانا رجالتي. انا الراجل قلت لي تعالى اعمل خدمه للوطن انا عملت اللي عليا. دلوقتي بقى كل واحد روح لحاله. وبعدين انتوا مش هتغلبوا من غيري. مش بقول لك يخلق من الشبه 40 اكيد هتلاقوا 39 زي تعملوا الزعيم وابو الزعيم والعيله كلها. انا ما انفعكوش لان انا بصراحه راجل جبان. انتوا عايزين واحد قوي قلبه جامد متين. انا مش شايف سبب لحاله الرعب اللي انت فيها دي. واديك شفت بنفسك الحراسه اللي حواليك شكلها ايه. حراسه ايه؟ دول اول ناس جريوا هم حارس. المصيبة كل واحد شال اللي مدفع قد كده اللي ما في واحد ضرب طلقة واحدة. السلاح اللي كان معاه ده ما كانش محشي ذخيرة. كان محشي يا اخويا رز بالخلطة. كان محشي فز ولوز شالينه ليه منظرة؟ لا الرئيس كان مستهدف من قوة معادية خوفنا ان كلهم اتباع في هو حياتي. مستهدف وانا مالي؟ هو الناس بتكرهه انا مالي؟ هو الناس مش عايزاه انا مالي؟ المفروض انك انت هو عشان الحكاية دي بالذات انا لازم امشي. واحنا ما بنلعبش. انت ما لو قابلت هذه المهمه يبقى حتم بقى وللنهايه. الاتفاق بيننا كان على المرياسه وبس. ما حدش جاب سيره ضرب النار بصراحه بقى. وهو انت فاهم ان الرئاسه اكل وشرب وتدليك وبس. يا باشا لا شرب ولا تدليك ولا اي حاجه. حتى اجره اليومين بتوعي اللي انا قعدتهم حلال عليكم. انا مش عايزهم. خلاص ما دام انت فاقر للدرجه دي يومين ثلاثه هتروح لحالك. لا يومين ولا ساعتين كبرت في دماغه لازم امشي انا همشي. قد كده خايف على عمرك؟ انا ما عنديش حاجه ثانيه خاف عليها يا باشا. بس انت نسيت حاجة مهمة قوي. البنطلون بتاعي حلال عليك وانا مش عايز. لا 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 انت لو اصريت انك تمشي من هنا انا هطبق عليك قانون الجندي الهارب من المعركة. معركة ايه؟ هو احنا دخلنا معركة خالص؟ انا راجل بستقيل وبالباع والشاري يفتح الله. انا بتهمك بالخيانة العظمى. انا خيانة عظمى؟ ايوه. وانا بتهمك بانك عميل لدولة اجنبية. انا عبيط لدولة اجنبية؟ عبيط ده ايه؟ عميل لدولة اجنبية ومتواطئ مع قوى معادين الوطن للاضرار بأمن الوطن ولتحطيم أمال المواطنين الشرفاء في العزة والكرامة والحرية والديمقراطية. أنت حفظت الكلام ده إزاي؟ ده طقم بيتقال على بعضه لازم يتقال بالشكل ده.